الكرام إلى محافظة دهوك، ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسلنا بواردة خاز لينقل لنا ولكم قلق مزارعي المحافظة وضواحيها من قلة هطول الأمطار هذا العام وتخوفهم من ضياع مجهود عام كامل من العناء. نعم يا بوار، تفضل لك الكلمة. نعم سمير، مساء الخير. مساء سمير، يعني المشهد الذي كنا نراه في المواسم السابقة السنوات السابقة، يعني من هطول كميات كبيرة من الأمطار، ربما كانت هناك سيول في بعض المواسم، هذا المشهد الذي اعتدنا أن نراه ونشاهده في المواسم السابقة، لكن هذا العام أي الربيع وأيضا الشتاء الماضي تبعه بعد ذلك الربيع لم تكن نسب الأمطار بالكمية المطلوبة، وكان هناك نسبة قليلة لتساقط الأمطار مقارنة بالمواسم السابقة. شحة الأمطار لهذا العام لهذا الموسم أثر سلبيا على جميع يعني المجالات الحياتية، أكبر المجالات التي تأثر بها هو المجال الزراعي، حيث بدأ القلق والمخاوف لدى الفلاحين ولدى المزارعين من قلة تساقط الأمطار لهذا العام، وأيضا بدأت هناك خسائر في المحاصيل التي زرعوها، بالأخص يعني محصول القمح في محافظة دهوك يوجد حوالي 901725 دونم مخصص لزراعة الحنطة القمح والشعير، ولكن يعني موزعة بنسب متفاوتة. أكبر الأغذية وأكثر الأغذية التي فيها أراضي زراعية هو قضاء سيميل وقضاء شيخان وقضاء بردرش في حدود محافظة دهوك، لكن كما ذكرت يعني المحصول القمح ومحاصيل التي تعتمد على زراعة الديمية وتعتمد على مياه الأمطار تحتاج إلى ما لا يقل عن 250 ملي متر سنويا من الأمطار لكي يكون الإنتاج ذو نوعية وذو كمية جيدة، لكن هذا العام لغاية هذه اللحظة لم تتجاوز نسبة تساقط الأمطار في الكثير من المناطق يعني 250 ملي متر، وهذا مؤشر يعني يؤثر سلبيا على محصول القمح. العام بعض المناطق وصلت نسبة تساقط الأمطار أكثر من 1000 ملي متر، لكن يعني في هذه السنة كما ذكرت النسبة القليلة، وكذلك أدى ذلك إلى انتشار أنواع من الحشرات، يعني يتحدث الفلاحون المزارعون عن انتشار نوع من الحشرة تؤثر أيضا على يعني محصول القمح إن وجد هناك محصول قمح، حيث بدأ بعض المزارعين بإعادة حرث أو إعادة حرث التربة لأنه لم تتساقط الأمطار. فقسم التخطيط في المديرية العامة للزراعة بمحافظة دهوك قدمت مجموعة من المقترحات، مجموعة من الحلول إلى وزارة الزراعة وأيضا إلى محافظة دهوك لتعويض الفلاحين والمزارعين بشكل يعني على الأقل الخروج من هذه المشكلة بأقل خسائر ممكنة. محافظة دهوك استجابت لهذه المطالب وعقدت اجتماع مع جميع مدراء المعنيين وجميع مدراء العام في حدود محافظة دهوك، وأيضا قائم مقامين المحافظة ناقشوا هذا الموضوع وكيفية التخطي أو العبور من هذه المرحلة كما ذكرت بأقل الخسائر الممكنة. أيضا تناقشوا هناك أمور أخرى في ذلك الاجتماع، أبرز تلك الأمور التي طرحت في الاجتماع هو الالتزام بالتعليمات الصحية وأيضا الالتزام بالدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية، وكذلك التقليل من الروتين في تمشية أمور ومعاملات المواطنين بقدر الإمكان، كما أيضا تم التطرق على مكافحة أو عدم السماح للتجاوز على أملاك الدولة. يعني باختصار هذا كان ما موجود لدي من دهوك، إذ لم يكن لديكم أي أسئلة. نعم بوردة خاز من محافظة دهوك، شكرا جزيلا لك.